السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا، أسأل الله أن يمد في عمرك في طاعة الله وإياك والسامعين والسامعات، ويجعلك يا رب ذكرا للإسلام والمسلمين، وإياك والسامعين والسامعات. أشهد الله إننا بحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخنا، سؤال بسيط جدا. في واحد عايش بره في أمريكا، طلق زوجته. نعم. وهو بره في الوكالة، فهل يجوز ان هو يرجعها من هناك؟ يقول رجعتك باتنين شو قدام اتنين شهود تبقى كده تمام، ولا لازم نعيش؟ عفوا، طلقها طلاقا عند المأذون. نعم، طلاق عند المأذون. نعم، اذا كان طلقها عند المأذون فهذا طلاق بائن، ولا يصلح ان يراجعها الا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود. طيب، وعذرا كانت كم بس مش عند المأذون. ها؟ يعني هيرجعها قدام الناس وشهود ان هي رجعها؟ لا، ده تتضرر المرأة. ده كانت لا بولي ولا بدون ولي؟ ما هي ولي ابوها موجود، بس هي يعني ابوها لا يزوجها، ولا ابوها لا يزوجها، ولا من يزوجها؟ ابوها يزوجها تاني. ابوها يزوجها تاني. كانت التطليقة رقم كم؟ أول مرة يرجعها. طب لماذا لماذا لا يريد تسجيل العقد؟ علشان ابنه، عشان الجيش. عشان الجيش. هو طلق أمه عشان موضوع الجيش، وبعد ما ابنه يستم 30 يرجعها عادي. طب وإذا ماتت الميراث كيف سيكون؟ حقها يضيع بالطبع. على كل الزواج صحيح والتوابع ليس لي بها شأن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، الحمد لله. يوفقك ويحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤالين للمناسبة. اتفضل. السؤال الأول: حكم أن يكون العقد عند الوضوء بماء ساخن، تذكر يعني النار، فقال اللهم أجرني من عذاب النار. هذا شيء حسن أن تقول اللهم أجرني من عذاب النار، شيء حسن، لكن هل يجعلها عادة مضطردة أو أحيانا يقولها؟ عند الماء الساخن فقط يعني. مش مشكلة يعني. هو لا يعتقده حديثا عن رسول الله. نعم. رجل يرغب في الزواج من فتاة أصغر منه بعشرين عاما، شيء طيب، ما المشكلة؟ قال النبي: تزوج عائشة يكبرها بخمسة وأربعين سنة، عمر تزوج أم كلثوم وهو أكبر من أبيها، وقال عثمان لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، هل نزوجك جارية بكر تذكرك ما كنت تعهد، أي في الصغر؟
فلا إشكال أبدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. تفضلي يا أختي. أنا صاحبة سؤال أمس عن المرأة التي عملت عملية القيصرية في الولادة وصامت فطرت 10 أيام وصامت 20 يوم، فهل صيامها صحيح أم لازم تصوم 30 يوم كلها؟ صامت 20 يوم، كان ينزل عليها دم نفاس أثناء هذه المدة أم لا؟ كان بينزل عليها الدم، بس هو كان، لكن هو الخطأ أن الطبيبة قالت لها صار عندك نزيف بالخطأ الطبي. أنا أسألك سؤالا، الدماء التي نزلت عليها في ال20 يوم، الدماء التي نزلت عليها في ال20 يوم، كانت دماء نفاس أو دماء جرح؟ والله انا هذا مش هذا ليس سؤالي، بس سؤال صديقة اختي هي اللي خبرتني. اسأليها ماذا قالت لك الطبيبة؟ هل قالت هذا دم استحاضة أم قالت هذا دم نفاس؟ إذا هي كان الدم، إذا كان الدم دم نفاس، طالت عليها طال عليها النزيف، طال مدة طويلة اكثر من دم النفاس، ودخل رمضان. كم يوم يعني؟ أكثر من 40 يوم. يا أختي أنت ناقلة، عفوا نعم خلاها نعم نعم تكلمنا، الله يستر عليك. الجواب إجمالا، إذا كان الدم نفاس لا يصلح الصوم عليها الإعادة، إن لم يكن أوكي. نفاس وكان دم استحاضة فصومها صحيح. السلام عليكم. يسأل عن حكم العمل بمهنة معلم تربية رياضية، هل هو مضيعة للوقت مثل المباريات؟ لا، يختلف. إنه المفترض يسعى لتقوية أبدان الطلبة، ليس فيها شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضل حضرتك يا فضيلة الشيخ، رأي الدين في الختمات اللي بتبقى موجودة على الوص، يعني مثلا تبقى القرآن كله مثلا مقسم على عدد من الأخوات ويقرأوه في نفس الوقت، حكمه إيه؟ والله لا أستطيع أن أقول رأي الدين، إنما تسألين عن رأيي أقول هذا ليس بوارد عن رسول الله والأولى عدمه. طيب أستأذن حضرتك، بس أنا عايزة رقم حضرتك علشان في مسألة ميراثية مش هينفع أستفيد فيها على الحلقة. 0-1-5-3-3-3-8-3. السلام عليكم. لم يعلن يا محمد عن وقت الاختبار للآن. أم زوجته تريد تطليقها ونحن عندنا ولد حامل، ما السبب الذي من أجله أن أمها تريد تطليقها؟ بين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت، أنا كان عندي سؤال لو سمحت. اسأل. سيدنا يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عليه الصلاة أنا والسلام. مثلا لو الواحد مثلا مهموم أو زهقان أو زعلان من حاجة معينة، هل ممكن إن هو يشكو مثلا لأبوه أو ممكن. زميله؟ وهل ده يعتبر شكوى لغير الله أو لا؟ لا، إذا كنت تريد، إذا كان الواحد مهموم، إذا كنت تريد منهم النصح والتوجيه والتصبير فلا بأس. عائشة قالت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأساه، قال النبي بل أنا ورأساه. فإذا لم يكن على سبيل التسخط على القدر فلا بأس، ويقوى الاستحباب إذا كنت تريد الاستنصاح. جزاكم الله خير. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا مرحبا يا شيخ. الحمد لله بخير، الله يرحب بك. لو سمعت يا شيخ، عندي بضع أسئلة كده بسيطة. تفضل. بص، السؤال الأول، أنا كنت وضع مبلغ مال في البريد، وطبعا هو عمل فايدة حوالي 10,000 جنيه، طبعا أنا عارف إن دي حرام، ولكن أنا بس بسأل حضرتك، ليا صديق كده حالته متعثرة
شوية ينفع اديله المبلغ ده او نصه، ولا لا يبقى حتى يعني لو هل أنت، بعيد عني كده؟ هل أنت تريد إعطاء أخيك الفوائد الربوية؟ لا، لا من باب التوسع، هو بس متعسر شوية لا وعنده، يجوز، أنا عالم بظروف يعني عنده. ما تعطيه من المال الحلال الطيب، لازم تعطيه من المال الخبيث. نعم، ودي أخرجها فين؟ أي فقراء بعيدين عنك. ربنا يعزك عنك. حكم تسمية البنت رحيق لا بأس بذلك، وأطال الله عمرك يا أختي جيهان بنت عبد الخالق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت رانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، هل تأثم من تعقد خطبة في فترة العدة المختلعة وما كفارة ذلك؟ تلك مسألة اختلف العلماء فيها، هل يجوز لها أن تخطب في عدتها من اختلاع على أساس أنه ليس للزوج الأول تسلط عليها؟ من العلماء من جوز هذا، ومنهم من منع ذلك، يقول لأنها قد تدعي وبسرعة انقضاء العدة حتى تتزوج، فلا نعينها على الإثم والعدوان، فهما قولان لأهل العلم. والأحوط البعد، والأحوط الانتظار حتى تنقضي العدة، والله أعلم. طب الكفارة؟ استغفار فقط، مش سمي. نعم؟ ما فيش إلا الاستغفار فقط. هي عقدت؟ طيب ما فيش إلا الاستغفار فقط يعني. طب بعد إذن حضرتك سؤال تاني. نعم. لو واحدة يعني بتسرح كتير في الصلاة، فعشان ما تسرحش لازم تغمض عينيها وتعلي صوتها. لا، تغميض العين لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تحدث. زوجها تزوج عليها بدون علمه، بدون علمها، تزوجها بنية التجربة فقط وما تقبلهاش، طلقها، تزوجها شهر الزواج ده صحيح إذا كان بولي وشهود وصداق وموافقة من الطرفين فلا بأس، والولي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. نعم. ربنا يرضى عنك، جزاك الله خير، عنا كل خير رب العالمين. وإياكم. يا رب. حضرتك يا شيخ مصطفى، في زوجة تطلب الخلع من زوجها بسبب أنه قام بضربها، هل لها حق في قائمة المنقولات؟ هذه قضية تسمع من الأطراف، لأنه إذا كان طلبها طلبا للطلاق للضرر يختلف عما إذا كان طلبا للخلع. تمام. فإذا كان الطلاق للضرر وأثبتت الضرر أخذت كل حقها، أخذت كل حقوقها تامة. تمام. أما إذا ربنا كانت ربنا أما إذا كانت تمام. إذا كانت طلاق لغير ضرر وكان خلعا، ستفتدي نفسها بمالها بمهرها. بارك الله فيك. وبارك فيك مولانا. وياك. وياك. وجزاك الله خيرا عائشة فاطمة. لا يصلح أن تقولي عائشة فاطمة. لا يصلح أن تقولي عائشة فاطمة. ادعوهم لآبائهم. يا مرحبا الشيخ إبراهيم. النصائح لتجنب الغضب. أولا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن رجلين استبى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أما أحدهما فعلى صوته واحمر وجهه وانتفخت أوداجه أي عروقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. وكذلك ورد حديث إن كان في إسناده مقال يسير أن الغضبان يتوضأ، لأن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفئ النار بالماء، فالوضوء يكسر الغضب، وإن كان قائما فليجلس، كان جالسا فليضطجع، ويا حبذا لو انتقل من المكان الذي فيه الغضب، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. والله يا مولانا كنت عايز أسأل، يعني أنا خطبت فتاة وهم والدها أرسلها تلازم أختها عشان عندها حمل، يعني في شقة أختها اللي هي متزوجة فيها، اللي زوجها موجود فيها يعني. طيب. فالأمر ده يجوز يعني ولا؟ عفوا، أنت يعني خاطب فتاة وأختها في ولادة، أختها يعني في حال ولادة، والولادة يعني، وأرسل حماك المخطوبة مخطيبتك إلى بيت أختها لتخدمها. تمام. هل البيت كان الرجل موجود في البيت على طول والبيت ضيق سيراها وممكن يتكلم معها، أو أيه. المفروض ان الاخت منتقبه وملتزمه وعلى دين. الخلوه منتفيه بوجود المراه الحامل، لكن اذا كان في هناك خطوره ابتعد، يبتعد وليها عن ارسالها. لكن على ما يبدو انت تقول البيت متسع والرجل في العمل طول النهار، ففي الليل إذا كان هناك فتنة ابتعدت، ليست هناك فتنة جاز، والله أعلم. هو لا يوجد فتنة، بس هل الأمر نفسه جائز؟ ما هو جائز، ما فيش مشكلة، واحدة بتزور أختها بالضوابط الشرعية. بس بتبيت. طب وإيه يعني المشكلة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. فإذا كان في خطورة عليها كما أفدتك لا تذهب، إذا كان عليها لم يكن عليها خطورة. نعم، الفتنة المضار مع الفتنة من عدمها. جزاك الله خيرا. وجزاك الله مثلا. السلام عليكم. حكم العمل في الفوركس نسبة الأرباح 300%، لا يجوز العمل في الفوركس. والتجارة في العملة على الإطلاق لابد أن تكون يدا بيد. هل تخليل الأصابع من السنة في الوضوء؟ تخليل اللحية لم يثبت في تخليل اللحية أي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء. غفر الله لنا ولك يا محمد بن أمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا مشك، كان عندي سؤال بس في الزكاة. تفضل. انا بطلع مبلغ شهري كل شهر، وباجي في اخر السنه احسب زكاتي، لو عليا فلوس بطلعها، معليش فلوس خلاص ما فيش اصلا عليا زكاه، انا يعني بعتبرهم صدقه. ده يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب حاجه تانية، معلش، ينفع ان انا وزوجتي ان انا اطلع المبلغ ده بنيه زكاتي انا وزوجتي؟ اذا كان يكفي وتخصم ايضا، يعني اقصد ان انا اخصمه من زكاتي انا، زكاه مالي وزكاه مالها هي كمان، ينفع؟ ينفع إذا كان، بس إذا كان المال يوازي مال الزكاة الذي عليكما. تمام، يعني ينفع إن أنا أقسم مال زكاتها هي من فلوسي أنا، بس لازم يكون مال زكاتها بلغ النصاب. طيب تمام. السلام عليكم. مرحبا ابنتنا عائشة، بارك الله فيك. مرحبا يا أخت سناء وعمر علي، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. وحياك وبارك فيك شيخ. نعم. في صيام في رجب؟ والله عن رسول الله لم يرد أنه كان يصوم كثيرا في رجب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيصوم في رجب. لا ما ورد شيء إلا حديث في سند ضعف أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب الإكثار من صيامه في شعبان، فقال ذلك شعبان مش بس اسمع قال: هذا شهر بين رجب وشعبان، بين رجب ورمضان، يغفل عنه الناس. فدل على انهم لم يكونوا يغفلون في رجب. وفي الباب ايضا ان رجب من الاشهر الحرم، فيستحب اعمال الصالحات فيه. لكن عن رسول الله هل كان يخص رجب بصيام؟ لم يرد اي خبر في هذا الصدد في معلمته. صيام الاثنين وخميس عادي يا مولاي؟ عادي كأي شهر كأي شهر عادي. نعم.
تسلم يا شيخ، الله يبارك لك يا رب وياك. هل يجوز لأهل الميت من النساء صلاة الجنازة والعزاء بالمسجد مع عدم مراعاة آداب المسجد؟ لا تراعي آداب المسجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت، كان في مسألة بس بحثت عنها كتير ولكن لم أجد لها إجابة. حكم العمل في الكافيه، أنا شغال في كافيه، هل العمل ده فيه مشكلة ولا؟ ماذا في الكافيه؟ يقدم مشروبات قهوة يعني. يعني أنا أقول لك، يعني أظن يعني على ما يبلغني الكافيه بيكون في ولد جايب بنت والاثنين يشربون، صح؟ الاثنين يشربون. احنا مش بنقدم حاجه مش كويسه، بس في ولاد وبنات. ايوه يعني الحبيبه، انت تخدم على الحبيبه صح؟ اه في حبيبه بيجوا. ايه رايك انت في الموضوع ده؟ يعني في السيف انا يجوز اشتغل فيه ولا لا؟ انا اذا كنت رجلا وقورا لا احب لك ذلك ابدا. يعني ابدا. الفلوس اللي جايه منه مش هقول حرام لا، لكن ما ارضاش لشخص كريم دين يكون ولد فاسق اتى ببنت فاسقه صديقته في الجامعة أو محبوبته وأنت تخدم عليهم، لا أحب لك ذلك. تمام. الله يسلمك. طيب والعائد المادي ده اللي أنا أخذته ده يجوز؟ لا يجوز ما دام أخذته خلاص، مش حرام، ليس حرام، بس أنا أنصحك بهذا الذي ذكرته لك. تمام، يعني يفضل أن أنا أسيبه. الله يسلمك. ولكن لو كملت يجوز الفلوس هاي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. الله يبارك فيك، تفضل. ربنا يحفظك ويرفع قدرك يا شيخنا. وإياكم. لو سمحت، المساجد عندنا فضيلة الشيخ في الصعيد ما فيهاش انحراف عن اليسار قليلا، البوصلة حضرتك حددت انه القبلة الى اليسار قليلا، فالسؤال حضرتك هل الانحراف قليلا عن القبلة يضر بصحة الصلاة؟ كم درجة من 180 تقريبا؟ والله بسيط، فرق بسيط جدا يا شيخ. بسيط جدا، لا تلتفت إلى البواصل تختلف أيضا. لا بأس. لا بأس، بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بالله عليك ادعي. الله يوفقنا وإياك وأنت كذلك، ادعو الله لنا. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وحفظك عن كل شر. وإياك والمسلمين والمسلمات. أنا معلم بس مش في التربية والتعليم. إيه. وبدي دروس خصوصية. إيه. أحسب زكاة المال إزاي؟ إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وأخرج زكاته. يعني آخر العام المبلغ الموجود لو حال لو في نصاب أطلع فيه الزكاة، لو ما فيش نصاب ما فيش زكاة. منذ أن تحول عليه منذ يعني أن يبلغ استنى لما يحول عليه سنة، ما هو سنة مثلا. أيوة يحول عليه سنة بعد بلوغه النصاب، ما هو بيتراكم خلال يعني بيبدأ مع بداية العام مثلا قليل وعلى آخر العام بيكتمل مثلا. إذا اكتمل من بعد اكتماله يمكن السنة. يعني ما هو كده ما حلش عليه الحول واكتمل أثناء السنة. يا حبيبي صل على رسول الله. الله افهم الكلام، أقول لك منذ أن يبلغ، افترض أنه بلغ النصاب في شهر خمسة. تمام. شهر خمسة اللي جاي العربي. يعني تخرج زكاته. يعني ما طلعش في شهر خمسة اللي هو أول ما يبلغ النصاب. لا. لما يعدي سنة. أيوه، لكن إذا أخرجته فهو حسن. فهو حسن، تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ارفع الصوت لو تفضلتي. رحت صليت صلاه الجمعه بس وصلت متاخر في اخر سجود. امتى كنا ادركت الصلاه او امتى ما كنتش ادركت صلاه الجمعه في الجمعه؟ تلك مساله اختلاف بين العلماء، واختار راي العلماء القائلين بانك اذا ادركت اي شيء منها ادركتيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فهذا في المواقيت.
أعني من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، هذا تصوري، إلا أن المسألة كما أسلفت محل خلاف بين العلماء، لكن هذا رأيي والله أعلم. يعني أعيد الصلاة؟ لم أقل عيديها، لا خلاص انتهى وقتها لا تعيديها. العبادات التي فعلت جهلا وانتهى وقتها لا تعاد. ايه لا في البيت الامر سهل، يعني مش الامر عام، لا الامر في البيت سهل، يعني لبس لبس زوجك او لبس لبسك ما فيش تشبه ولا قصة التشبه، شيء سريع يعني، لكن هو ما يلبسش ايضا جيبة النساء في البيت، يعني ما ينفعش زوجك يلبس جيبتك الحمراء في البيت، ينفع؟ لا طبعا. طيب الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول جات لي خشونة في الركبتين وباخذ عليها جلسات علاج طبيعي عشان تخف، والدكتور منعني من أنني أحمل عليها وقال تسجدي وأنت قاعدة على الكرسي لحد ما تخف. لا بأس، وأنا بستحرم وأسجد وبسجد والسجود يتعبني جدا. لا اسمع كلام الطبيب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزة أسأل سؤال يا شيخ، زوجتي أخي عايزة تعرف يعني هو زوجها تزوج عليها. الله يستر، وبعدين الله يصبرها يا رب. وهي رضيت بالأمر الواقع. وبعدين؟ هي قالت له أنا مش عايزة يبقى لي علاقة بيها. فقال لها لو خلفت قلتوا عيالك عيالنا، بس أنا مش عايزة يبقى لي علاقة بيها. أيه. هل تأثم؟ لا تأثم. وهل هي رحم لينا؟ لا ليست رحم. اللي احنا ممكن ما نكلمهاش او ايا كان، احنا لسه ما نعرفش هي كويسه ولا لا بصراحه يعني. ليست رحم لك. يعني لو مش بنكلمها عادي يعني، عشان احنا بنكلم الاولى. لا هتكلميها الثانيه ليه؟ انت ايه اللي تربطك بيها يعني؟ كلمها ليه؟ هو اخويا عايز اني عادي يعني. لا 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 ملوش دخل، هو مش رحم لكم. يعني انت قول لزوجة اخيك يعني. طب هي اصبري اصبري، عفوا عفوا. علاقة بيها. خلاص هي حرة. بتقول له ده أفضل. أنا أنت حر، بس ده أفضل إن إحنا نبقى كل واحدة في حياة منفصلة. أنت الزوجة الثانية يعني ولا أنت أخت الزوج؟ لا دي ده أخي أخي. أيوة يعني أصل أنت أخوكي تزوج زوجة تانية. ما السؤال؟ نعم. أخوكي تزوج الزوجة الثانية، ما السؤال؟ الزوجة الأولى مش عايزة يبقى ليها علاقة بيها. وهو عايز يجبرها ان يبقوا ليهم علاقه ببعض. يعني الزوجه الاولى تقول خلاص انت تزوجت الله يسهل امرك، لكن لا تجبرني على الاختلاط بها. وقالت له وعيالك عيالنا. كلام لو خلفت. لا امراه موفقه جزاها الله خير. ما شاء الله. عاقله يعني اختك. زوجه اخيك نفسيا مش عايزه يبقى ليها صله بيها خالص. لا يجبرها، ليس من حقها يعني ان يجبرها بالاختلاط بالاولى. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ حديث سنان رجل ممكن يموت جمعة جنازة 4 رجلا، ده مثلا لو حد ميت وقام على جنازته من أهله مثلا 15 أو 20، بس في المغرب في جنازات أخرى ما يعرفوش الميت المعين ده وصلى عليه أكثر ما شاء الله من 40. خلاص ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يقبل شفاعتهم فيه، ربنا كريم. ماشي. هل يحق للاب تطليق ابنته من زوجها؟ السؤال لماذا؟ لماذا يريد الاب ذلك؟ عن بني عليه الجواب، فبين التعليل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله، انت ما زلت على قيد الحياة؟ انا بخير طول ما انت بخير يا مولانا. الله يجمعنا ويكفي الفردوس. تفضل. اللهم امين. ادعي لي بالشفاء العاجل يا مولانا. الله يعافيك من السوء والمكروه. اللهم جزاك الله خير. الف سلام عليك، الله يعافيك. اللهم امين. السلام. السلام عليكم. لعلك انت.
السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. ده حضرتك الحمد لله. معلش سؤال سريع يا شيخنا. سل حضرتك، انا عندي ولدين توأم 5 سنين بيناموا في اوضه لوحدهم. الله يبارك يا رب. الله يخليك. ومعايا طفل صغير بينام معايا في اوضه، ففي عيل بيقعد بالليل يعيط. الشيخ نعم. في عيل من ضمن التوأم بيقعد بالليل يعيط. عيل من ضمن التوأم يجلس طول الليل يعيط. طب وبعدين ايه السؤال يعني؟ اعمل له ايه انا؟ اخدته ورحت الشيخ فقال لي لا ده غلط، انه ينام لوحده، ينام معاك لحد ما يبقى عنده 10 سنين. لا عفريت يعني ولا ايه؟ يقول عليه عفريت يعني الولد؟ لا بقول ممكن يكون ممسوس ولا حاجه، فده غلط. لا غلط يعني، بقول لك غلط، لازم الولد ينام معاك طول الى 10 سنوات. ايوه. لا كلامه غير صحيح، بس يعني ما تنامش لوحده، تخاف عليه فقط بس. ترقيه، عوزه بالمعوذات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بها، أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة، أو يعوذه بالمعوذتين، تقول الله المعوذات، تقول الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. لكن الولد قد يقوم من الليل منزعج، لم يجد أمه بجواره ولا أباه بجواره. الله يبارك فيك يعني. الله يبارك فيك ويسلمك. معلمة القرآن أخبرتها أن قيادتها للسيارة بسرعة محرم في الإسلام وتعتبر شبه انتحار. وليس بانتحار بس مضر للناس، إذا كانت الإسراع خلاف لما قررته الأنظمة فطبعا إلقاء باليد إلى التهلكة. أظنه اسم في الحالة اللي زي كده اسم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفنا لو واحدة قالت الفصل عن زوجها ورفع قضية طلاق. إيه. وهي قاعدة في بيتها وهو في بيتها. وهي قاعدة تخرج، المفروض تستأذنه ولا لا؟ لا. خلاص هي رفع قضية طلاق. هو لن يأذن طبعا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالشيخ حمدي. كيف حالك؟ الحمد لله، حالي طيب لله الحمد والشكر. أدام الله لك العافية. وعليك وعلى السامعين والسامعات يا رب. لدي سؤال بسيط. أنت تعرف بسيط يعني كبير، الأرض البسيطة. أخوك الألباني رحمه الله رحمة الله ورحمة واسعة. اللهم آمين يا رب. طرح عليه أحد الأخوة قال لدي سؤال بسيط، قال كبره حتى يكبر الأجر. النبي دانيال عليه السلام في البداية والنهاية أحاديثه محققة. لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا أصواني. ما الذي أدخل النبي دانيال، وما الذي أدخل أحاديثه صحيحة، وضح كلامك يا شيخ حمدي. ليس عندنا في الكتاب والسنة نبي يقال له دانيال، ما عندنا نص في ذلك، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. وبعضهم يذكر أنه كان بين عيسى وبين الرسول، وهذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس بيني وبينه نبي، أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. آت سؤالك لعلنا نسمعك مرة ثانية، وانتظر لكي تسمعنا شيئا من كتاب الله بصوتك يا أخ حمدي الأصواني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اتفضل. إنا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا له. محلل طبية، يأتيني بعض الناس يطلبوا مني ان انا اكتب لهم تحليل بدون ما يتم اجراء تحليل فعلي علشان يتصرف له بعلاج لانه يستحقه، والسبب ان هو عايزني اكتب له التحليل لانه القواعد بتشترط انه قيمة التحليل تطلع رقم كبير، وبناء على كده هو لو حلل طبيعي مش هتطلع القيمة اللي بناء عليها يصرف التحليل يصرف العلاج. هل تتصور أني سأفتيك بالتزوير؟ هل ترضاها لي؟ لا مولانا طبعا.
شكرا. الله يسلمك، ألف شكر. يقول والده مات من 18 عاما قبل والديه، والآن هم ماتوا والقانون المصري يورث أبناء الابن الميت، لو رفعنا قضية وأخذنا حقنا عن طريق المحكمة علينا وزر. نعم عليك وزر، وتأكل أموال أعمامك بالباطل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال يا شيخ لو سمحت. سل. هل الميت يأتي لأحد أقاربه، ولده أو بنته أو ما شابه ذلك، ويأمره بشيء في أمور الدنيا أم لا؟ أولا لا يقام على الرؤية المنامية أحكام شرعية. لأن قد تكون من الله وقد تكون من الشيطان. نعم. فهمت كلامي؟ لا تنبني أحكام شرعية على الرؤية. لكن إن كانت رؤية مثلا أبوك قال لك أتاك في المنام وقال لك يا بني تصدق يا بني، شيء طيب، أصل ذلك في الكتاب والسنة من غير رؤية. نعم. الله يحفظكم. جزاكم الله خير. الله يبارك في عمرك. امرأة ماتت بسببها بطة ولم تكن تقصد إيذاءها وأخرجت كفارة، هل تأسم لموتها؟ لا تأسم، لأنها لم تكن تقصد قتلها، تجري وراء البطة لكي تحفظها، داستها سيارة على البطة، ليس عليك شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى معنا؟ معك مصطفى، تفضل. سمعت يا شيخ، كنت عايز أسألك على حاجة بس. سل. كنت عايز اسال بس عن حكم اللي هي قطرات المني للتخرج بعد البول. لا دي تستلزم وضوءا ليست منيا. لا يعني بتكون بشهوه. على العموم هذا المني معروف، اسال عنه الرجال، اذا كان كذلك اغتسل. هل يحق لاب الزوجه تطليق ابنته من زوجها لخلاف مع الزوج؟ لازم ننظر إلى الخلاف، ما الموضوع؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال شيخنا؟ الحمد لله. جزاكم الله خير، نفع بعضكم الإسلام والمسلمين. وإياك والسامعين والسامعات يا رب. شيخنا والدتي مريضة في العناية المركزة، ممكن تدعوها بالشفاء؟ أسأل الله أن يعافيها ويعافي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. اللهم آمين يا رب، جزاكم الله خير. وإياكم الله يعافيها يا رب. بارك الله فيك يا أختي بسمة، شكر الله لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. شيخنا أنا موظف في مستشفى حكومي، والمستشفى تعاقدت مع شركة لتنظيف المستشفى يعني. فأنا في الصيدلية، إذا استدعيت العاملة للتنظيف بتيجي عادي تنظف المستشفى الصيدلية، لكن يعني لازم إصرار مننا يعني. فبعض الزملاء اقترح إن إحنا نعطيها مبلغ كل شهر. عفوا، صيدلية المستشفى ولا صيدلية ماذا؟ المستشفى. طيب مش هي اصلا متعاقدة لتنظيف المستشفى برمتها؟ لكن هي مش بتيجي، هي بتبقى منتظرة مبلغ، منتظرة فلوس يعني. هي تقصر في عملية انتظارا لمبلغ. مظبوط. طيب هي حالتها المادية ضعيفة وكل المستشفى بيدوها يعني، هي وغيرها يعني، تبقى حالتهم المادية ومرتباتهم ضعيفة جدا يعني. فهل يجوز ان احنا ما انت ماذا تصنع اذا كان لك سلطان تلزمها بالحضور لانها تاخذ اجرا على العمل؟ الزمتها، ما استطعت او تريد تعطيها فلوس ان تعطيها، مش مشكله يعني. يجوز؟ ما هو يجوز، ما فيش مشكله، انت مستضعف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ مصطفى. تفضل. الله يكرمك يا شيخ مصطفى، بعد إذنك يا شيخنا. تفضل. ربنا يعزك يا رب. وياك. كنت بتصفح شيخنا على النت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. وبعد بعد تصفحك على النت. فبعد التصفح يا شيخنا وجدت فتوى للمفتي السابق عن الطلاق اللي بيقول لزوجتي انت طالق بالامس.
فيقول ان طلاق بالهمز لا يقع طالما انه لم يقل طالق بالقاف. لا 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 كلامه غلط، لان الناس لا الانجليزي كيف يقع طلاقه. انا اذكر ان هذا راي للشافعية. لا 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 لا, لا. كل يطلب من كل الناس ان يكونوا ملمين بلغه العرب، طيب الانجليزي كيف يطلق؟ كلامه غلط. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. نعم يا حبيبي. ابتعد عنها ابتعد عنها ابتعد عنها. نعم حياكم. بارك الله فيك يا دكتور عبد التواب البسيوني. السلام عليكم. يا مرحبا واهلا وسهلا. بالنسبه للشقه اللي بدي فيها دروس خصوصيه، هل تزكى مع فلوس الدروس؟ ليس عليها زكاه. الشقه ما عليهاش زكاه؟ لا ما عليهاش زكاه. شكرا. تقول أبي رحمه الله كنت أتركه يأكل بمفرده حتى لا يتضايق من أطفالي ويأكل براحته، فهل علي ذنب؟ لا لك نيتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. والله أنا لدي استفسران يعني. استفسر. الاستفسار الأول بخصوص كتاب البداية والنهاية، أنا اطلعت على عملكم فيه وعلى عمل فريقكم فيه. لأن هذا منذ زمن كان العمل ضعيف شوية، من أجل أنه لم تكن الآليات الموجودة وجدت، اللي هي المكتبات الشاملة وسائل البحث الإلكتروني لم تكن وجدت. هو الاستفسار يعني خاص بالاعتماد في كتاب التاريخ كان على منهج المحدثين، فبالتالي رفضت كل الروايات الخاصة مثلا بالواقدي أو ابن إسحاق أو سيف ابن عمر أو أبو مخنف، وإحنا عارفين الجماعة دولة ليهم اهتمام كبير بتفاصيل المعارك مثلا باسم. اسمح لي في حاجة يا شيخ. نعم اسمح لي في الكلام. اقول لك ابو مخنف هذا الذي تتكلم عنه هو متهم في بتشيع، انا اعرف ذلك، متهم كذاب. اما ايه يأتي بالكذب والتشيع وكل ده، انا طيب كيف اقبل روايته متهم الكذب؟ لا اقبل روايته، ولكن احيانا بيكون لهم اهتمامات بتفاصيل المعارك. ما هو بيهتم بتفصيل معارك هو كذاب. يعني الآن لما يأتيك مثل أبي مخنف ويقول إن أبا سفيان ذهب إلى قبر حمزة رضي الله عنه وركله برجله وقال له ها نحن قد عدنا يا أبا عمارة. لا تقبل طبعا. لا تقبل. ماذا أشياء تغر الصدور. يبدو أن اسم أبو مخنف دخل معايا في ضمن الأسامي. لو اقتصرنا مثلا على الواقدي وابن الواقدي مشهور، الواقدي كذاب. اعمل ايه يعني؟ اقبل روايته هو كذاب؟ ترفض التفاصيل مثلا اسماء الشهداء اسماء والله يا اخي الكريم انا يعني منهجنا صحة الاسانيد الى قائليها. والله الغرض بس يا مولانا ان انا تقريبا وجدت معظم الكتاب معظم كتاب البداية والنهاية متروك او ضعيف او موضوع. والله هم الاخوة قصروا ايضا، زاد على ذلك ايضا. انا اقول لو تتبع اكثر ستكون الروايات اضعف واضعف، لانك تعلم شيئا كما قال الامام احمد رحمة الله عليه، ما احوج اهل السنة الى قصاص صدوق. فالقصاصون اغلبهم كذبة. لكن لا يحتمل مثلا التساهل في التاريخ عن الحديث مثلا. لا والله يا شيخ ما أنت لا تسأل رجلا عمله في الحديث عن مثل هذا. أنا أسأل واحد مثلا ملوش اهتمامات حديثية، لكن أنا أقول لك الذي تعلمناه في ديننا أننا لزاما أن نأخذ الشيء بسند الثابت. أنت نفسك إذا واحد نقل لي خبر عنك، واحد دوته وقصة أنك فعلت وزوجتك وأبوك وأمك وهو كذاب، أقبل كلامه؟ طيب الآية معي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. واحد بيحكي التاريخ، أنت تعرف أن التاريخ يصيغها الأقوياء، التواريخ يصيغها الأقوياء. أي حاكم قوي يكتب التاريخ في زمانه على ما هو يحب، يأتي الحاكم الذي بعده ينقض التواريخ التي عملها وعملت في زمان الأول. فكان بنو أمية
بنو أمية أحيانا كانوا اللي يسمي عليه يحبسوه. فإذا جاء مؤرخ يؤرخ في زمانهم سيختلف عن مؤرخ أرخ في زمان بني العباس. بني العباس كانوا يتتبعون الأمويين قتلا وتشريدا ومصادرة لأموالهم. وبعد بني العباس جاء أقوام في الدنيا، يعني خذ الثابت بالسند إلى رسول إلى قائله. الله يكرمك. يعني خاص بكتابكم الصحيح المسند بفضائل الصحابة. نعم. حضرتك ذكرت في المقدمة إن هناك من خارج العشرة المبشرين بالجنة من هم أفضل من العشرة المبشرين بالجنة كتب، استنادا إلى رواية أو إلى قول عبد الرحمن بن عوف أنه عندما قدم له الطعام فتذكر حمزة وتذكر مصعب فقال يعني هما أفضل مني فترك الطعام. يعني هو مش ممكن يكون قال هذه الكلمة من قبل. أنا أسألك سؤالا. نعم. سأسألك سؤالا. تفضل. الله يزيدك من فضله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العشر المبشرين بالجنة حين قالها أفضل من غيرهم؟ لم يقل. إذا مات واحد منهم من غيرهم، مات واحد من غيرهم قبل أن يقول الرسول هذا الكلام، كحمزة مثلا قتل يوم أحد هو سيد الشهداء، قتل يوم أحد هو سيد الشهداء، لم يدخل لم يشمله الحديث. قتل جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه وقال أخبر النبي أنه يطير بجناحيه في الجنة. فهناك أقوام آخرون أخبر النبي أنهم في الجنة، سعد بن معاذ لم يذكر في العشرة وهو سيد واهتز له العرش، اهتز له عرش الرحمن. فالنبي لم يقل لا يدخل الجنة إلا عشرة أو لا يبشر بالجنة العشرة، بل قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وابن عوف في الجنة، ما نفى غير هؤلاء، في غير هؤلاء لهم الجنة أيضا. هو أنا بس أسأل، ممكن يكون أنا من سبيل التواضع زي سيدنا عمر بن الخطاب لما كان يقسم العطايا فجادله ابنه، فعندما زاد في عطية أسامة بن زيد عليه لا طب أنت عفوا أنت الآن تكلفت قلت عبد الرحمن بن عوف قال على سبيل التواضع، الأصل حمل القول على التواضع ولا الأصل حمله على ظاهره؟ على الأصل على الحقيقة على الحقيقة. والمصعب بن عمير، مصعب بن عمير ألم يكن أسبق من عبد الرحمن بن عوف في الهجرة إلى المدينة؟ فعلا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ألم ينزل فيه قول الله تعالى من سورة النساء، آية سورة النساء: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال قيل نزلت في عبد الرحمن بن عوف، مع أنه مبشر بالجنة. فليس معنى أنه مبشر بالجنة أنه أفضل من غيره، هناك مبشرون آخرون. خديجة إذا جئنا للنساء سيدة النساء للجنة. بارك الله فيك. حمزة ومصعب بن عمير أنت أظنك مقصر. لا لا أنت مقصر في معرفة مصعب بن عمير من هو. مصعب بن عمير من أول هاجر إلى مدينة رسول الله قبل الرسول عليه الصلاة والسلام كداعي إلى الإسلام، فهو وأسعد بن زرارة رضي الله عنه شابان من ذوي الوجهات كان سببا في إسلام أكثر كبار في تمهيد المدينة لمجيء رسول الله. طيب يعني الحمد لله كل هذا ليس بمنقص لقدر العشرة لكن لا تعارض الترتيب اللي احنا تعودنا عليه مثلا في كتابات كتب في المتأخرين في الذين قال لهم الرسول ذلك في زمنهم، لكن هناك غيرهم. بس عشان بس الترتيب اللي هو ترتيب اهل السير والتراجم والمؤرخين كان بيبدا على طول بالعشرة، فاحنا بس حبينا نعرف مقوله عبد الرحمن بس انا من قبيل التواضع ولا من قبيل الحقيقة. لا الاصل على قبيل الحقيقه قتل والله ده هو اقسم فانا بس لا هو اقسم قتل والله، قتل مصعب بن عمير وهو والله خير مني، وقتل حمزه وهو خير مني.
الله يكرمك. ثم ان بعضهم بعض الاولين وقي الفتن، يعني مثلا حمزه رضي الله عنه وقي الفتنه، فتنه القتل والقتال بين المسلمين، وقياها رضي الله تعالى عنه وعنهم اجمعين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم شيخنا لو سمحت، انا عندي ثلاث بنات وانا حامل الله يبارك في الشهر الثالث، في حرمانيه لو اجهضته؟ طلع بنت ولا ولد؟ لسه مش عارفه، بس يعني خايفه تكون بنت، فانا عايزه اجهضها يعني. لا حرام عليك يا مسلمه، حرام عليك، لا تجهضي خوفا ان تكون بنتا، لا تجهضي، لا تجهضي، الله يغفر لك. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، من عال جاريتين حتى تبلغ كنتان وهو في الجنة كهاتين، هذا من الجهل. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أمسكوا على هون أم يدسوا في التراب ألا ساء ما يحكمون. فاطمة بنت رسول الله خير من ملء الأرض من ابن نوح الذي حال بينه وبين أبيه الموج فكان من المغرقين. غريبة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هان واحدة مثل هذه يا عبد الرحمن يكون لها حمام دوخة وتسبب لها نكد في حياتها، أنت مخلفة بنات تروحي منك ومنك. لا إله إلا الله. طب ما أنت كنت بنت، المتكلمة كانت بنت، هل كانت تتمنى لو أدتها أمها؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. تفضل. أحمد من المنيا. تفضل يا أحمد من المنيا. أبي رحمه الله نسألك الدعاء له. الله يرحمه رحمة الله. نسألك الدعاء لأولاد، ربنا يحفظهم ويديم رب. يا رب وزرياتنا. عندنا 320 أخ متسابق في سورة المائدة في المنيا. خلاص تواصل معه على الخاص إن شاء الله أن نرتب لكم ترتيبا طيبا إن شاء الله. أنا كلمت أخي الشيخ طلال النهاردة فقال لي خلاص أتيك بعد ما أرجع للشيخ. بإذن الله نتفاهم إن شاء الله. واصل مع طلال. يحفظك يا شيخنا ويبارك في عمرك يا رب ويحفظك يا رب. وإياك الله يستر عرضك. نسألك الدعاء لنا يا شيخنا. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. اوكي سؤال في الزكاة. اتفضل. انا عندي قطعة ارض معروضة للبيع. نعم. وحل عليها الحول، فهل انا انتظر عما استجلب ثمنها واطلع الزكاة عليها ولا؟ عفوا عفوا، انت تاجر اراضي ام هي قنية تقتنيها؟ لا حضرتك انا كنت شاريها للتجارة. شاريها للتجارة؟ اذا عليها زكاة سنويا تقوم بالسعر الذي إذا أعلن سيلت بيعت، فيفترض أنها بمليون ولكن لا مشتري، لكن قلت بسبعمائة ألف جاء المشترون، أربط على سبعمائة ألف الزكاة، كان معي المال دفعت ما عندي المال كان في الذمة. تمام. هو برضو السؤال برضو في الزكاة الثاني دين. ها؟ دين 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 ماذا؟ واحد مدين لك بدين اكثر من مده سنه ونصف. هل الدين ده انا اجب عليه الزكاه؟ اذا كان دينا حيا يرجى سداده زكي، اذا كان دينا ميتا او شبه ميت ميتا او شبه ميت اذا كان يرجى سداده، اذا كان لا يرجى سداده الا بعد زمن طويل اقتصرت، واذا حصلت عليه زكيت عليه زكاة سنة. يقول عندي أربع بنات، الأولى عمرها 9 سنوات والثانية عمرها 8 وحافظات جزء عمها وجزء تبارك، بارك الله لك فيهن يا خضر الشامي. الحمد لله. حكم استخدام المصحف المفرغ لتعليم الأولاد الدارسين، مشكلة هذا المصحف
يثبت في دينك طبعة معينة لا تستطيع أن تتغير عنها. لكن عموما ما نستطيع تعليم كتابة فقط، اختبارات للاختبار يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. هو في خلل ولا ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال كنت عايز أسأل حضرتك عليه. اسأل. بص حضرتك، أخو زوجتي توفى. الله يرحمه. قول الله يرحمه. يعني ما أخبرتش البابا كده، ما بقولش لزوجتي يعني. إيه؟ أنا يعني ما بقولش لزوجتي، فهل أنا لو قلت لزوجتي إن أنا بتصدق عنه ده يعني ينقص من أجره؟ لا ان شاء الله ينقسم الاجر. كلام على اجرك انت. اجري واجره يعني ان شاء الله يعني هي خفف عنها. لا باس بكده، جزاك الله خيرا. شكرا. انت رجل يعني حسن العشره. ودايل نعم شيخ ودايل ربنا. الله يرحمه رحمه واسعه يا رب والدي امتنا والمسلمين. اقول ان شاء الله ذهب للمراه لا يجوز بعد الغسل اضع شيء على الراس. لا بعد الاغتسال للعمرة لا تضع شيئا على الرأس، شيء يعني غطاء للرأس وأنت محرم لا يجوز وضع غطاء على الرأس وأنت محرم. مثبتات الشعر مثل الكريم أو الكريم لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج للحج يوم 25 من ذي القعدة لبد شعره، وتلبيد الشعر أن يضم بعض الرأس إلى بعض باللباد كرقرة الجلة التي يسمونها اللباد، واستمر ملبدا إلى يوم العاشر من ذي الحجة، وكان يتوضأ ويغتسل صلوات ربي وسلامه عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلنا الشيخ مصطفى. تفضل. نعم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. معلش يا شيخنا بس سؤال بالنسبة اللي هي الإسكان الاجتماعي اللي هو ابتعد عنها، فيها شروط ربوية. تمام. نعم. في حالة واحدة بس اللي هو بيقول لك مثلا بتدفع مقدم كبير شوية وبعد كده صف متساوية يعني ما فيهاش. أرسل لنا صورة العقد على هذا الرقم. صفر صفر عشرة تسعة تسعة صفر خمس سبعات. معلش صفر عشرة خمسة لا تسعة تسعة صفر تسعة تسعة صفر أيوة خمس سبعات تسعة تسعة صفر خمس سبعات أيوة. تمام. ماشي ماشي جزاك الله خير. وياك. هل يأثم والد العروسة إذا قال العريس المتقدم شروطا تعجيزية، وخاصة إذا كان المتقدم ذا خلق ودين؟ تنظر هذه الشروط، قد يظنها العريس تعجيزية وهي في المعتاد. تنظر قضية تنظر على قرب، وكل واحد يريد بنته تتزوج لا يريدها تتعطل بجواره. فلماذا وأنت ذي خلق ودين لعلك تريد أن لا تكتب قيمة عفشه ويريد أن تكتب؟ السلام عليكم. يا شيخ. نعم. كنت محتاج اعرف ايه الكتب الجيده من ناحيه العلل اللي حضرتك تشوفها يعني مناسبه من ناحيه العلل الحديث. يعني انت تفهم في العلل جيدا؟ لا انا لسه مبتدئ ان شاء الله. صعب عليك، صعب عليك انك تاتي يعني وانت مبتدئ تقرا في العلل. لكن ممكن يجيب لك كتاب مصطلح حديث فيه ابواب العلل مشروحه شرح وافي اولا، وبعدين نوصيك بكتاب العلل لابن ابي حاتم علل الدارقطني. يعني من الكتب اشهرها علل الدارقطني. اشهرها علل الدارقطني. انت منين يا اخي؟ انا من الزازية. شيخ
ارسل لي اي واحد، انا ارسل لك كتاب لنا طيب يفهمك العلل الجيدة ان شاء الله. ان شاء الله. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف عم الشيخ؟ الحمد لله، كيف حالكم يا شيخ، يا شيخ جلال؟ فضل ونعمة من عند الله. اللهم لك الحمد. بقول لحضرتك أنا ممكن أقرأ قرآن؟ صوتك حلو. لا بأس يا شيخ جلال. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. حسبك، الله يبارك فيك ويحفظك وأنصحك. كان عندكم شيخ طيب اقرأ عليه هذه الآيات وإن شاء الله تعيدها لنا مرة ثانية إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم وفي علمكم. وفيك بارك الله. تفضل. عندي سؤال شيخنا جزاك الله خيرا. وإياك. تفضل يا الحبيب. أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. أيوة. الحكمة في ذكر غير الله عز وجل في هذه الشهادة. كيف؟ الشهادة في الغالب أنها تكون لمن يسمع هذه الشهادة أو يحضرها. أولا الحديث في سنده ضعف. نعم. ثانيا ما الإشكال؟ الإشكال في المعنى. هل كان ممكن يكون الاقتصار على فعاشل لكي أفهم معنى الجملة؟ اللهم إني أشهدك. هل كان ممكن تكفي هذه اللفظة؟ طب جميع خلقك وملائكتك، هل أنا أشهد جميع الخلق بهذا الكلام الذي لا يسمعه مثلا؟ يعني أنت قل لي ماذا لم نقتصر على شهادة الله سبحانه. نعم. ألم ترى أن الله قال في كتابه الكريم إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ألم يكن يكتفى بالله؟ لكن النفوس جبلت على الطمأنينة للأسباب التي قد تكون حالا ظاهرة. الرسول عليه السلام يقول من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، من يؤويني، ألا هل من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، وهو كفى بالله وكيلا. لكن النفوس تطمئن للأسباب الظاهرة. قالوا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فالنفوس تطمئن بالزيادات. الله قال في كتابه الكريم إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وقال تعالى في كتابه الكريم بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة المسومين والله قادر. رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن
ليطمئن قلبي. السلام عليكم. بهذا القدر أجتدي حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله نسعد بذكرنا لله، والله نسعد بذكرك يا رب، وأنت على ما نقول على ما نقول أنت شهيد يا رب، فالحمد لك، الحمد لله لك. أوزعنا يا رب شكر نعمك، أوزعنا يا رب شكر نعمك، أوزعنا يا رب شكر نعمك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنة الخلد. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، واجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين المسلمين، واحقن دماء المسلمين، وألف بين قلوب المؤمنين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين يا رب العالمين. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا، إن تبنا إليك وإن من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يا خير الرازقين ارزقنا، يا خير الغافرين اغفر لنا، يا أرحم الراحمين احفظنا وارحمنا، يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، كن لنا وليا وكلنا نصيرا، وكن عنا وكيلا وكلنا ظهيرا يا رب العالمين، اتخذناك وكيلا يا رب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك عملا صالحا وخلقا حسنا وكلما طيبا ونوايا خالصة لوجهك يا كريم يا رب العالمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.